السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، صباحكم الله بالخير. أتمنى أن تكونون بصحة وسلامة وعافية بإذن واحد أحد. طبعا ما بقى شيء على الويكند وإجازات اليهال، وأحلى ما في الموضوع جانا الصيف. صباحكم ورد. صباح الورد يا حنان، صباح الخير أعزائي المشاهدين. طبعا إحنا اليوم معاكم من خلال في الضحى اللي دائما إحنا نجيب ندعوكم أن أنتم تشوفون ضيوف مميزين من خلال استضافتنا لهم. أكيد بنتكلم في مواضيع كثيرة تهمكم وتفيدكم. وبعد أصبح على إبراهيم. صباح الخير يا إبراهيم. صبحت الله بالنور مشاعل، وصبحت الله بالخير حنان، وصبحكم الله بالخير مشاهدين الكرام، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم في الضحى. طبعا حلقة اليوم راح تكون جدا مميزة، فيها العديد والكثير من المواضيع اللي إن شاء الله منها راح نستفيد ونفيدكم معنا. طبعا بما ان توا ما نور الاستوديو حنان اول يوم لها دوام من اجازه العيد، احنا نبارك لك. لا انا مداومه في العيد ابراهيم. اي دومه ترى دومتي اول يوم العيد. يومين في العيد، اول يوم وثالث يوم. ان شاء الله بيعوضون. كلمينا في العيد حنان، ايش سويتي؟ وين رحتي؟ شلون الاجازه كانت؟ شوف ابراهيم، احلى ما في اجازه العيد هذه السنه، تعرف بعد العيد في امتحانات، فكانت السياحه الداخليه جدا نشطة. بتلاقي الفنادق مليانة، غير الفعاليات اللي موجودة في كل مكان، سواء المولات، سواء الأماكن المفتوحة، المراكز. عندك شاطئ كتارة كان عندهم فعاليات وايد حلوة. عندك بحر سميسمة، الخور، الوكرة، سوق واقف. بحر سميسمة النسائي، تعرفين عنه؟ أي هاي صراحة يعني أسمع أن وايد حريم النساء يروحون، وجدا جميل الشاطئ. برايفت، في خصوصية حلوة، يعني حتى إذا السايق ما يدخل ما يتعدى. زين، يعني مسوين شغلات حلوة حق الترفيه في وقت الصيف. إحنا أمس حنان كنا نتكلم عن شلون نهيئ أبنائنا أنا وإبراهيم عن المراكز الصيفية وفائدتها في الصيف. والشيء الحلو بعد إن في الفترة هذه حتى حق كبار السن في بعد لهم مراكز تهتم بفترة الصيف. الناس اللي ما راح يسافرون يقدرون أنهم يتواصلون مع المراكز الصيفية هذه اللي هي خاصة بكبار السن. صحيح، يعني أختي مشاعل دائما الصيف يعني في أغلب الناس خلنا نقول ما تكون يعني ما تكون مخططه في الصيف شنو بتسوي، غير اللي بيسافرون. اللي بيسافر خلاص عنده جدوله، لكن اللي في الدوحه ما يعرف شو يسوي مثلا. صحيح. ما يحاول يتعلم مهاره جديده، ما يحاول انه يدخل في انشطه شبابيه، ما يحاول انه يبادر. بالعكس، احنا دائما ننصح المشاهدين وننصح نفسنا وايضا ان في فتره الصيف نحط لنا جدول معين ونمشي عليه ونحقق اهداف حتى لو كانت قصيره المدى او على المدى البعيد. طبعا احنا عندنا مهرجان صيف قطر. لو بتتابع اكاونت او حسابات السياحه بتلاقي في برنامج كامل يغطي لك يومك كامل، انت وين تروح. حلو. من الفعاليات، من الاوقات، من الاشياء. في انشطه كثيره، في فعاليات كثيره، سواء ثقافيه، ترفيهيه، غنائيه. صحيح. في مجموعه كبيره من المولات، ايضا في السينما عارضين افلام وايد حلوه حق اليهال. يعني انا رحت مع ولدي علاء الدين، الفيلم رائع رائع. وتقدر انت تعرف يعني ممكن مثلا يعني انا عشان اشجع ولدي اكثر فذاك اليوم كان مخلص دراسته، فقلت له خلاص انا بوديك 7 ستار. يلا يا عمي اي بدخلك وبقعدك. حتى هني ممكن هاي نوع من التشجيع والتحفيز. صح. وايضا في المقابل انت قاعد تشجع السياحه الداخليه. صحيح. خلي عيالنا يشوفون ترى بلادنا حلوه فيها اشياء كثيره. صحيح. انا مو بشرط ان انا كل سنه اسافر. صح. يمكن امكانياتي ما تساعد، يمكن ظروف عملي ما يساعد، ما اقدر اسافر لوضع معين. صحيح. قطر حلوه خاصه حنان، يعني دائما اذا مثلا عودتي العيال ان في كل صيف تسافرون، اذا مر صيف وقصدك ما قدرتوا تسافرون هم بيحسون بضيق، لان تعودوا انهم في كل صيف يسافرون. فامس قلتي مشاعر شيء جميل ان الاطفال لازم يتكيفون مع. صحيح. المكان او الجو اللي هم فيه. صحيح. لما استضفنا امس في برنامج في ضحى الدكتور عبد الرحمن الحرمي. نعم، الحرمي، كان يقول في اكو في ماكو، يعني لا تعودون عيالكم ان كل شيء متاح وكل شيء في متناول يدكم. لا، عودوهم ان مره ايه ومره ما نقدر نحن نسفركم. مثل ما قالت حنان، في اماكن كثيره في قطر الحبيبه نقدر نحن نستقلها، نقدر نحن نشوفها. والحر فقط ان انتم تنزلون من بيتكم لين السياره هذه
الفترة هذه بيكون حر، ولكن في كل مكان مكيف طبعا. صحيح، خلاص أصلا الحر تعودنا عليه، وإن شاء الله ما يكون في أي مشكلة. إذا مشاهدينا، إحنا قبل أن نبدأ معاكم فقراتنا الحوارية والتقارير والنقلات الخارجية، خلونا نقند راسنا ونطلع بغنية نستمتع فيها ولنا رجع إن شاء الله. حسبنا حساب سودا المقابيل، من حاجة المستحيلة من لا يجي، من حاجة المستحيلة لا يترب رجاله ولا يسرج الخيل. ما هي علينا ثقيلة يا بلادنا، أي والله الله يشهد أنها ما هي علينا ثقيلة. وصلنا معاكم إلى فقرة أخبارنا المحلية، وأول خبر نبدأها معاكم من جريدة الشرق. الشرق: التعليم تدعو إلى تهيئة البيئة المدرسية والمنزلية لأداء الاختبارات. دعت وزارة التعليم والتعليم العالي مديري المدارس وأولياء الأمور إلى تهيئة البيئة المدرسية والمنزلية المواتية وتلبية جميع متطلبات الطلبة لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني بالصورة المثلى. وأكدت الوزارة في بيان لها أمس أنها قد أكملت كافة الاستعدادات والتحضيرات لبدء هذه الاختبارات للصفوف من العاشر وحتى الثاني عشر نهاري وتعليم الكبار، واعتبارا من يوم غد الأربعاء لتستمر حتى 23 من شهر يونيو الجاري، معربة عن تمنياتها لجميع الطلبة بالتوفيق والنجاح. وإحنا كذلك نتمنى لهم التوفيق والنجاح ونهيئ لهم أفضل الظروف،
بعد فقرة الأخبار عندنا أول ضيف راح يتكلم عن القلق والخوف في فترة الامتحانات. خبرنا الثاني من جريدة الراية: درجة الحرارة وفق المعدلات الطبيعية. أكد السيد عبد الله المناعي مدير إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني إن ما ينشر في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من توقعات بارتفاع درجات الحرارة وبلوغها 80 درجة مئوية مجرد إثارة إعلامية وليس أكثر. وأوضح المناعي في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية قنا إن درجات الحرارة المسجلة حاليا طبيعية ولم تشهد ارتفاعات غير مسبوقة، مضيفا نحن الآن في فصل الصيف وما نشهده من ارتفاع في درجات الحرارة هو أمر طبيعي ولا يوجد أي مؤشر ينذر بارتفاع درجات الحرارة للمعدلات المذكورة. خبرنا الثالث من جريدة العرب، طبعا الخبر جدا جميل: حمد الطبية تفوز بالمرتبة الرابعة في مسابقة دولية بأمريكا. فازت مجموعة من الأطباء المقيمين من برنامج مؤسسة حمد الطبية التدريبي للأطباء المقيمين بالمرتبة الرابعة في مسابقة دولية في الولايات المتحدة الأمريكية تحت شعار معضلة الأطباء. وقد أقيمت المسابقة على هامش اجتماع دولي عقدته الكلية الأمريكية للأطباء في فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وضم أطباء مقيمين من 60 برنامج تدريبي للأطباء المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وكان الفريق القطري الوحيد الذي يشارك في هذه المسابقة من خارج قارة أمريكا الشمالية. طبعا نتمنى لهم التوفيق في جميع المحافل الوطنية. وآخر خبر عندنا من جريدة الوطن: بدء عمليات التسويقية بمنتجات محاصيل. أعلنت شركة حصاد الرائدة في الاستثمار في قطاع الغذائي عن وصول منتجات شركة محاصيل للتسويق والخدمات الزراعية إحدى شركات حصاد إلى فروع الميرة، وكانت الشركة قد كشفت بتاريخ 5 يونيو الجاري عن بدء عمليات التسويقية لمحاصيل، حيث أقامت أكثر من 124 مزرعة محلية منتجة بالتسجيل مع شركة محاصيل للاستفادة من الخدمات التسويقية والزراعية التي تقدمها الشركة للمزارعين لرفع عبء عملية التسويق عن كاهلهم. كانت هذه مجموعة من الأخبار اللي اخترناها لكم لليوم. خلونا نشوف في هذا التقرير جولة عن السياحة في قطر. أنا جاي من الكويت وجيت من مدينة الترفيهية ما شاء الله فيها ألعاب حلوة واستأنست، واللي ما جاء حياه الله خليه يجي، فعاليات حلوة. أجيت مدينة الترفيهية لأنها حلوة فيها فعاليات وايد عشان أونس عيال خالي اللي جايين من الكويت، ولأن فيها فعاليات واجد. مدينة الترفيهية متوفرة كل شيء الحمد لله، فيها ألعاب، فيها مطاعم، فيها كل أنواع اللي أنت تبيها موجودة إن شاء الله تبارك. أولاد مستمتعين، مطاعم موجودة، الأسواق موجودة من كل الأشكال، والدولة ما قصرت، باقي بس نحمد الله ونشكره على هالنعمة اللي حنا فيها. لفت انتباهي السنة هذه أن في تنوع في المدينة الترفيهية، سواء على مستوى ألعاب الأطفال أو على مستوى المطاعم الموجودة، وأيضا على مستوى المحلات والمتاجر الموجودة، فبتعمل نوع من الخيارات المتعددة للعائلة. هذه المرة الثانية احنا نشارك في مهرجان قطر في الصيف، ما شاء الله في إقبال السنة وايد عن السنة الماضية، في إقبال تقريبا من جميع الوافدين المقيمين هنا ما شاء الله فيه من السياحة، فالحين موسم سياحة هنا في قطر وفي ما شاء الله إقبال وايد. من
رجعنا لكم من جديد مشاهدينا، وراح نبدأ معكم أولى فقراتنا الحوارية، حيث تعيش الأسرة هذه الأيام حالة الطوارئ بسبب فترة الامتحانات، حيث يعاني بعض الطلاب وعائلاتهم من ضغوط نفسية قبل وخلال فترة الامتحانات. طبعاً اليوم راح يكون معنا السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية ومدرب التنمية البشرية الدكتور سهيل عواد، اللي بيكلمنا أكثر عن أفضل السبل لتهيئة الطلاب نفسياً وتعليمياً عشان إن شاء الله يجتازون هذه المرحلة بنجاح. حياك الله يا دكتور، وأسعدنا بوجودك. تسلموا، الله يبارك فيكم، شكراً على هذه الاستضافة. يا مرحبا. الله يسلمكم. دكتور، في البداية لو نتكلم بشكل عام، لما نسمع أن في اختبارات خلاص، كيف يستعد الطالب؟ أول شيء يعني يستعد الطالب فيه للامتحانات ويهيئ نفسه ويهيئ لبيئة جيدة للدراسة. صحيح، هو الامتحانات يعني زمان ما كان فيها نوع من الاستعداد، وكانت تيجي يعني بشكل مفاجئ. نعم. الآن صار لازم يصير في تهيئة يمكن مادية ومعنوية أيضا وبيئية. كل طالب الآن هو مسؤول عن نتائجه، فلذلك لازم يسعى إلى الاستعداد الجيد للامتحانات من خلال طبعاً وضع خطة دراسية للكتاب. يعني أنا أفضل أنه الطالب دائماً يمسك كتاب المادة، خاصة في الأيام هذه بالتحديد، ويشوف كم وحدة مثلاً في الكتاب، كم فصل في الكتاب، ويحاول يوزع الفصول على الفترة الزمنية المتاحة له لدراسة هذه المادة. صحيح. في بعض النصائح يمكن أنا حقدمها لبعض الطلاب، خلينا نتكلم ما قبل الامتحان وبعدين نتكلم إن شاء الله خلال الامتحان. ما قبل الامتحان في أمور كثير يعني ممكن تكون حساسة جدا بس لها نتائج كبيرة بالطالب، منها مثلا أنه الطالب نفسه يحفز نفسه من خلال وضع أهداف لنفسه. يعني مثلا ممكن يضع أهداف بعيدة، كان يقول مثلا أنا لازم أدرس بشكل جيد وأحصل معدل لأني حاب مثلا أصير بالوظيفة الفلانية أو في المنصب الفلاني، هدف بعيد. بعدين ممكن يكون هدف أقرب، مثلا كأن يكون على سبيل المثال أنه يحصل على معدل معين أو نتيجة معينة. صحيح. والهدف القريب هو أنه يفكر في المادة فقط اللي بيدرسها. لو كان عنده 10 مواد 12 مادة، أنت تفكيرك اليوم هو فقط في المادة اللي أنت حتدرسها. يمكن كمان من النصائح الجيدة يعني خلال عملية الدراسة، في طلاب بيقرأ المادة لكن ما عنده تقنيات لاستذكارها أو حفظها بشكل جيد، منها مثلا أنه يستخدم أسلوب أنه يقرأ بصوت عالي لإسماع حواسه، ممكن حتى يضع إصبعه أحيانا على بعض الكلمات أو على السطور، منها أنه يسمع الكلام، لأنه أفضل طريقة أنك تتعلم هو أنك تتعلم من أجل أن تعلم. يعني ممكن مثلا يطلب من أمه، من أبوه، من إخوانه، حتى لو ما وجد أحد في البيت ممكن يضع ألعاب ويسمع لهم ويشرح لهم كأنه طلابه. في كمان طريقة جميلة جدا ويمكن جربتها أنا مع كثير من طلابي، سواء كان يعني في المدارس أو حتى في الدورات التدريبية، هو استخدام الرسم. وكنت أنا أيضا كنت أستخدمها أيام المدرسة، لأنه تحويل الدرس نفسه إلى رسمة صورة، صح، أو صورة، وخاصة استخدام الخرائط الذهنية. يعني الطلاب ممكن يدخلوا على اليوتيوب يأخذوا فكرة عن الخريطة الذهنية مثلا على سبيل المثال، ويحول المادة أو الفصل إلى خريطة ويتعامل مع رسمة بالنهاية، وهذه الرسمة إذا رسمها بيده حيتذكرها بشكل جيد في الامتحان. طبعا ناهيك عن أنه أنا ما رح أقيد الطلاب بشيء معين، على فكرة كل طالب بيعرف شو الأشياء اللي بتنشطه من الوقت الدراسة اللي بيناسبه. يمكن حتى جلسة الدراسة اللي بتخليه يحفظ بشكل جيد. يعني مثلا إذا كان شرب الشاي بنشطك للدراسة ما عندي مشكلة، إذا كان شرب الماء، إذا أحيانا في بعض الطلاب بيحبوا يسمعوا موسيقى خفيفة، أحيانا في بعض الطلاب لهم وضعيات معينة، ممكن يجلس جلسة الامتحان، ممكن يستلقي على السرير. المهم في النهاية أنت شوف الأسلوب اللي بيناسبك أنت كطالب، وبتحس أنه هو أكثر أسلوب وأكثر بيئة بتشجعك على عملية الدراسة والحفظ، ادرس. وتذكر أنه أنت اعمل اللي عليك. يعني إحنا ما نريد أكثر منك، خلص السنة خلصت والآن هو وقت النتيجة. يمكن حضرتك تفضلت بكلمة في البداية، وهي أنه في البيت حاليا حالة طارئة. اعتقد أنه يمكن كثير من الطلاب عندهم حالة خوف من الـ الامتحانات، لأنه يمكن شوي إحنا كأهالي بنساعد بهذا الموضوع، لأنه بنخوف، بنعمل رهبة
للامتحانات، مع انه يعني يمكن شوي خلينا نهيئ احنا ابنائنا من خلال الطمانينه، وانه الامتحان هي مرحله من مراحل الدراسه. صحيح. وانه انت عملت اللي عليك والان يعني كمل مهمتك للنهايه وان شاء الله حتحصل على النتائج اللي انت بتتوقعها. نعم دكتور، للحديث اكيد بقيه، حديثك جدا مهم ومفيد للطلاب اكيد اللي يشوفون هذه الفقره، ولكن احنا بنروح اعزائي المشاهدين الى زميلنا عمر الشمري اللي متواجد الان في اللؤلؤه، نشوف شنو عندك يا عمر. صباح الخير. نعم، بداية صباح الخير عليك الزميلة مشاعل النعيمي وعلى الزميل إبراهيم الجفيري، أجمل تحية إلى جميع من يشاهدنا عبر شاشة تلفزيون قطر. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا، بعد عودة الدوامات والمدارس تتوالى الأحداث طبعا، ومن أهم هذه الأحداث طبعا والتي شيدت اليوم والتي تم الاتفاق عليها هو اتفاقية ما بين الإدارة العامة للمرور وأيضا الشركة المتحدة التي تدير جزيرة اللؤلؤة. طبعا هذا الاتفاق الذي وقع صباح هذا اليوم بين سعادة اللواء محمد بن سعد الخرجي وأيضا السيد إبراهيم العثمان الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية. طبعا هذا الاتفاق نمعا أن يتم افتتاح مركز للمرور هنا في مدينة اللؤلؤة. طبعا سرنا نتعرف على تفاصيله مع سعادة اللواء محمد سعد الخرجي. مرحبا وسهلا فيك. مرحبا، صباح الخير لجميع الأخوة المشاهدين. الله يحييك سعادة اللواء، لو تكلمنا عن هذه الاتفاقية وعن كيف تبلورت هذه الفكرة وكيف سوف يتم تنفيذها. بسم الله. لا شك أن جزيرة اللؤلؤة تعتبر يعني بوابة سياحية لدولة قطر، يرتادها تقريبا، هاي الإحصاء من عند الأخوان في اليو دي سي، 40,000 يعني تقريبا يقرب المليون في الشهر، ولا شك أن تواجد الإدارة العامة للمرور يبقى ضروري هنا. المكتب هذا بيقدم خدمات إن شاء الله لجميع القاطنين أصلا في جزيرة اللؤلؤة وأيضا الأخوان اللي مرتادي الجزيرة. هناك جميع الخدمات اللي تقدمها الإدارة العامة للمرور جنبا لجنب إلى مركز الخدمات أصلا الموجود للتابع لوزارة الداخلية. نعم بالضبط، حنا ندري أنه كان في هناك مركز خدمات، ولكن إيش اللي راح تقدمه هذه الإدارة متمثلة في إدارة العامة للمرور من خلال تواجدها هنا في جزيرة اللؤلؤة اللي جالسة يعني تلاقي تنامي سريع في السكان والزوار أيضا؟ حتقدم باقي الخدمات، يعني مثلا للحوادث، للتحقيق، للتسجيل الحوادث، لإصدار الملكيات، هاي بيكون إن شاء الله الإضافة الجديدة. هي تشتغل جنب إلى جنب مع الأخوان في مركز الخدمات. لا شك أن التواجد الشرطي هي المركز هذا بيخدم أيضا المناطق اللي حواليها السياحية، سواء كان كثارة أو سواء كان في لوسيل، فهذا المركز أيضا بيقدم خدمات، مش يكون مختصر فقط على جزيرة اللؤلؤة، لكن بيقدم خدمات أيضا للأخوان. لا تنسى أن هاي المكان فيه حاليا النمو اللي صاير فيه والتطور اللي صاير فيه، التواجد الشرطي لحفظ الأمن وأيضا النظام وتسيير الحركة وتسهيل الحركة وعدم عرقلة حركة السير، وأيضا ضبط بعض المخالفات اللي تصدر من الأصوات، ولا قدم يعني التزام قائد المركبات بقوانين وأداب المرور. نعم، احنا نتمنى ان شاء الله تعاون كل الجهات مع إدارة العامة للمرور هنا في جزيرة اللؤلؤة. طبعا هذا المركز اللي سوف يقدم خدمات، طبعا هذه من التوسعات الجديدة اللي شهدتها الإدارة العامة للمرور اليوم. ودنا ايضا نستهل فرصة تواجد سعادة اللواء محمد بن سعد الخرجي، وايضا بمناسبة عودة المدارس وازدياد كثافة المرورية في الشوارع، ودنا ايضا نقدم نصائح لمرتادي الشارع. والله شك الحمد لله حاليا يعني يمكن الملاحظ يعني الازدحامات قلت بعد الافتتاح كثير من الطرق او اعاده الافتتاح، ايضا حتى التحويلات اللي صارت في التحويلات الجديده هي يعني افضل من حتى الطريق السابق. اللي كل المطلوب يعني ويمكن احنا نعيد ونكرر الخروج المبكر عشان ما تحس نفسك ان انت متاخر، بعدين تروح ترتكب كثير من المخالفات عشان ما انت توصل الى موعد المناسب، سواء كان من تجاوزات او قطع يعني بعض المخالفات اللي تصدر على اساس انها توصل في الوقت المحدد. كل اللي احنا نطلبه هو الخروج المبكر عشان انت تمشي براحتك وتتجنب كثير من المخالفات. نعم، احنا حقيقه نتمنى لكم التوفيق في كل مشاريعكم الحاليه والمستقبليه، وايضا ننوه ان الاداره العامه للمرور على مواقعها دائما تنشر يعني احداثيات اول باول عن التحويلات، فيكون يعني عندنا خبر مسبقا من خلال متابعه هذه المواقع عشان ناخذ الطرق البديله مثل ما ذكر سعاده اللواء ونطلع بدري عشان نوصل بالوقت وما نتعرض للمخالفات. شكرا لتواجدك سعاده اللواء معنا، والله يوفقكم ان شاء الله.
الله، شكرا. أيضا معانا من جهة الشركة المتحدة طبعا اللي تقوم بإدارة جزيرة اللؤلؤة، طبعا هذه الشركة الرائدة من أكبر الشركات في دولة قطر. طبعا اليوم معانا الأستاذ إبراهيم العثمان الرئيس التنفيذي لهذه الشركة، مرحبا وسهلا فيك. يا مرحبا، حياك الله. حقيقة مبارك لكم هذا الإنجاز، توقيع الاتفاقية مع الجانب الإدارة العامة للمرور المتوثلة في وزارة الداخلية. لو تكلمنا عن يعني نظرتكم أنتم في الشركة المتحدة للتنمية عن هذه الاتفاقية. حقيقة يعني الاتفاقية هذه عبارة عن بلورة للجهود اللي يقدمونها الإخوان في وزارة الداخلية متمثلة في إدارة المرور والدوريات، وهم أوريدي متواجدين في الجزيرة صار لهم كم سنة ويقدمون الخدمات هذه كلها. ولكن نظرا لزيادة عدد رواد، أنت عندك اليوم تتكلم حول 1,000,000 سيارة تدخل شهريا، إذا أخذنا على الأفرج تتكلم حول 23 زائر، 23 مليون زائر يدخلون جزيرة اللؤلؤة سنويا، فكان لازم أن يكون في توسع للخدمات اللي يقدمونها الإخوان في إدارة المرور والدوريات على أساس أن نتفي بحاجة المستثمرين والسكان والرواد لجزيرة اللؤلؤة. نعم، حقيقة في تزايد يعني ملحوظ في عدد المشاريع في داخل يعني جزيرة اللؤلؤة، مما يستدعي أيضا أن الشخص يأخذ احتياطاته، وفي أيضا زيادة في عدد السكان. يعني إحنا نشوفهم يعني على دراجات هوائية، نشوفهم يمشون، هذا أكيد يحتاج إلى ضبط الأمن والسلام وأيضا انسيابية الحركة المرورية. فكيف يعني كيف ترون هذا مهما؟ ما في شك أخوي في ازدياد مطرد، عندنا اليوم إحنا تتكلم بين 35 إلى 40 ألف ساكن تقريبا في اللؤلؤة، والرقم راح يزيد الحمد لله. الحركة المرورية اليوم عندك فيها انسيابية ممتازة بفضل جهود الإخوان والتخطيط السليم لجزيرة اللؤلؤة، ومتوقعين مثل ما قلت لك أن الرقم يزيد مع الديفلوبمنت أو البنايات اللي قاعدين نطورها الحين، سواء إحنا كمتحدة للتنمية أو الإخوان أيضا المطورين الآخرين. نعم حقيقة أستاذ عثمان، أستاذ إبراهيم العثمان، حنا نشكركم على هذه الجهود، وأيضا نلاحظ كل التطورات على كافة الأصعدة في جزيرة اللؤلؤة. أكيد الفضل يرجع إلى إدارة الشركة المتحدة للتنمية، وشكرا لك على تواجدك ونتمنى لكم التوفيق. يا مرحبا، الله يحييك، شكرا أخوي. الله يسلمك. إذن مشاهدينا شفنا معاكم تفاصيل هذه الاتفاقية التي وقعت صباح هذا اليوم بين كل من الإدارة العامة للمرور متمثلة بسعادة اللواء محمد بن سعد الخرجي، وأيضا الشركة المتحدة للتنمية والتي تشرف على إدارة جزيرة اللؤلؤة متمثلة بالسيد إبراهيم العثمان. نتمنى لهم كل التوفيق ونشكركم مشاهدينا في نهاية هذه التغطية، ونرجع إلى الزميلة حنان العمادي في استوديو برنامج في الضحى. شكرا عمر الشمري، وشكرا لجهود إدارة المرور وإدارة شركة المتحدة للتنمية المتمثلة في اللؤلؤة. طبعا احنا وصلنا معكم لفقرتنا لليوم، فقرتنا اليوم راح نتكلم عن المكياج، من أهم المواد المستخدمة في إبراز جمال المرأة، تم استخدامه بالشكل الصحيح، وفي فصل الصيف تحديدا تختلف الألوان وأنواع المكياج بسبب حرارة الجو. واليوم راح نتعرف على أحدث صيحات المكياج مع خبيرة التجميل السيدة حفصة الخروصي، خبيرة تجميل، حيا الله من جانبنا. حبيبتي صباح الخير. صباح النور، هلا فيك حبيبتي. طبعا صيف وحر وجايين على رطوبة وشمس مكياج وشمس ومكياج، يعني الوضع صح مقلق جدا. صح. ألوان الصيف لهذا العام؟ شوفي أغلب الألوان اللي درجة الحين في الصيف، البرتقالي بدرجاته، المشمشي بدرجاته، شوي الأحمر يعني متجه له شوي، نقول مثلا في المساء سهرات. أيوة السهرات الأحمر شوي لديك الغامج، هاي الدرج وايد يعني خصوصا في الآي شادو مع البلاشر تقريبا. زين، ما قبل المكياج هل هناك في خطوات لازم نسويها قبل ما نحط المكياج، على أساس يعني المكياج ما يسيح أو البشرة ما يعني ما تتضرر؟ طبيعي، شوفي من أساسيات المكياج أو الأساسيات المهمة في بداية المكياج طبعا أن تكون البشرة أول شيء نظيفة. ثاني شيء أنا إذا عرفت نوع بشرتي راح أعرف أبلش كل شيء. مثلا البشرة الدهنية تحتاج أنها تهتم بشكل كبير، خاصة في فصل الصيف. فصل الصيف طبعا لازم أرطب بزيادة، نحاول قد ما نقدر نحط واقي،
يعني أشوف أغلب الناس يحطون الواقي بشكل بسيط، لو ترى في فترة الصيف خاصة احنا عندنا يعني الصيف بشكل مو طبيعي، نحتاج نحط الواقي تقريبا أكثر من مرة. طبعا هاي إذا ما كنت حاطة المكياج، لكن إذا كنت حاطة المكياج راح أضطر أحط واقي بشكل كبير، أرطب البشرة، أستخدم فونديشن يناسب فصل الصيف، أغير مكياجي في فصل الصيف طبعا. وطبعا مثل ما احنا ذكرنا فصل صيف والناس بتسافر، شنو الاشياء اللي انا احتاج اوديها ولا اودي معي علبه المكياج كلها؟ لا طبعا اقدر اودي اشياء مختصره اقدر استفيد منها في اكثر من شيء، يعني مثلا اقدر اودي الوان اساسيه ممكن تفيدني في البلاشر والاي شادو، الالوان النود حلوه تكون الالوان السهله السريعه في السفر، تعطيني تبرز جمالي وفي نفس الوقت يعني ما تاخذ وقت مني لما يعني احط المكياج. الوان النود عندك، الواقي طبعا شيء اساسي، المرطب شيء اساسي، الروج اللي اقدر اغمجه او افتحه بدرجات معينه، مثلا النود لين الاغمج شوي، ايوه تناسب كل البشره، يعني كل البشرات لا ومو بس كل، حتى كل اللبسات ايوه بالضبط اللي تناسبني بالضبط اللي انا مرتبت لها وبوديها بالضبط. يعني ايضا المستحضرات مزيله للمكياج احنا محتاجين ايضا مجموعه نوديها معنا، هل اكتفي بس بالوايبس؟ بالوايبس ممكن اكتفي بالوايبس، بس اذا انا كنت موديه مكياج يعني حاطه في بالي راح احط مكياج ثقيل، لا راح اضطر ان انا اودي معي مثلا مزيل المكياج يكون خاص للعين ومزيل خاص للبشرة، لأن راح أكون حاطة مكياج ثقيل. أما إذا خلص نفس ما قلنا مثلا ودي شيء بسيط راح يعني يكفيني إني أودي الويبس. وما أحتاج عقب أغسله بالماء؟ لا أكيد أحتاج بعد إزالة المكياج إني أنظف البشرة بغسول يكون معين للبشرة اللي عندي يتناسب مع بشرتي. إيه يناسب بشرتي بالضبط. زين وشلون احافظ على الكحل عشان ما يسيح؟ هاي اكثر مشكله احنا نواجهها في الصيف، المشكله الازليه. ممكن اول شيء يعني خاصه في الكحل ان انا اكون مختاره جوده ممتازه، يعني على قولتهم على الكحل خسري. حاولي تاخذين نوعيه تدرين انها ممتازه، هاي اول شيء. ثاني شيء من اساسيات ان الكحل يثبت ان يكون عندي حاطه الاساس بشكل صحيح، اللي هو الأساس تحت العين، مثلا الكونسيلر أكون موزعتها بشكل صحيح وأكون متأكدة أن العين جافة والمنطقة اللي تحت العين جافة، هني راح يثبت عندي الكحل. وممكن أسوي تكنيك ثاني أن أنا بعدها بعد ما أحط الكحل أطبطب بالآي شادو والغامج البنيات الغامجة والأسود ثبت عندي الكحل. بنرجع نتكلم مرة ثانية على المكياج وعلى أمور كثيرة من مستحضرات التجميل، لكن ننتقل إلى زميلنا وزميلتنا مشاعل وابراهيم. الله يعطيك العافيه حنان وانت وضيفتك الكريمه. اذا المشاهدين احنا مستمرين معاكم مع ضيفنا الكريم الدكتور سهيل عواد مدرب تنميه بشريه. طيب دكتور احنا كنا نتكلم عن القلق والخوف والشحنات اللي تصير فتره الامتحانات. لما نتكلم عن القلق والخوف هل هو اولا شيء طبيعي شعور طبيعي يحس فيه الكل؟ شيء ثاني كيف شنو اسبابه؟ شنو السبب من هذا القلق والخوف؟ اولا من ناحيه هو شيء طبيعي، هو 100% شيء طبيعي، وبالعكس هو له فائده احيانا انه بخلينا شوي حذرين، يعني بيعطينا نوع من الادرينالين اللي يشجعنا على عمليه الدراسه اكثر. بس الخوف الى حد معين ممكن يقيدنا وبالتالي بتصير عواقبه سلبيه. لكن السؤال الاهم هو فعلا من وين جاء الخوف للامتحانات؟ مخ الانسان على فكره بتبرمج مثل ما بتبرمج الكمبيوتر، بتبرمج من الكلمات، من التفكير، من التجارب، من التربيه، بتبرمج من المواقف اللي مرينا فيها. وطبعا انت بتعرفوا يمكن اغلب مجتمعنا نظرته للامتحانات دائما نظره سلبيه، انه شيء مخيف وبكره بيبين الثلج وبذوب الثلج وبين اللي تحتيه ويا ويلك بكره بس تيجي النتائج. فهذه كلها الكلمات والمواقف وفلان رسب وامتحان طلع صعب، واحنا بنسمع من الناس حتبرمج عقولنا، وبالتالي لما يجي الامتحان حتجد انه الخوف ظهر لا اراديا منا. صحيح. وهذا الخوف بيبدا طبعا يسيطر علينا لدرجه انه ممكن يوصل بعض الطلاب الى المستشفى او يوقف الطالب عن الاجابه او يشعر الطالب احيانا بانه ناس الاجابه.
وطبعا نسيان الإجابة طبعا هو أمر طبيعي، لأنه علميا الجانب الأيمن من دماغ الإنسان هو مسؤول عن المشاعر والأحاسيس، مسؤول عن العواطف، والخوف عاطفة إحساس. بالتالي إذا كانت المنطقة اليمنى هي اللي شغالة في الدماغ، المنطقة اليسرى هي منطقة الأفكار، هي منطقة المعلومات، وبالتالي اللي قرأنا مخزن في المنطقة اليسرى، وأنا وين عايش الحين؟ في المنطقة اليمنى. فلذلك يعني لما بدخل الامتحان حيشعر الطالب فورا تلقائيا أنه هو ناس اللي درسه. لا طيب الآن شو الحل في هذا الموضوع؟ خلينا نرجع للخلف مرة أخرى. أولا بيبدأ الموضوع من الأهل. الأهل على فكرة في عندهم موبقات للطلاب لأولادهم، منها مثلا تضخيم موضوع الامتحانات، منها النظرة السلبية للامتحان، منها المقارنة، ترى شوف فلان شلون يدرس وفلان شو صار فيه، هذه المقارنات هذه موبقات. منها تشخيص، ترى أنت فاشل، ترى أنت أكثر واحد مقصر، هذه تشخيص المشكلة. احنا خلينا يعني نساعد احنا كأهل أنه يوم الامتحان يمر يوم عادي، حتى في بعض المدارس أو بعض المناهج غيرت كلمة الامتحان، خلاص إذا كان الامتحان مربوطة بشيء سلبي خلينا نسميها تقييم، نسميها شيء ثاني. الطالب طبعا كمان له دور على فكرة، يعني الأهل لهم دور بالطمأنينة، الطالب نفسه له دور، يعني ممكن بهذا اليوم يشرب ماء بشكل جيد، يعني الجسم كل ما امتلأ بالماء غذى المخ بالماء وبالتالي المخ اشتغل بشكل جيد. كمان في نقطة كثير مهمة، الأنفاس العميقة، الأكسجين، المخ بتغذى على أكسجين وماء. صحيح. الفطور الجيد المملوء بالحلويات الصباح، يعني الفطور هذا اللي فيه نوع من السكريات بيغذي أيضا المخ، فبيساعد على الاستذكار، بيخلي الطالب في نوع من الـ من الـ من الاسترخاء أو الريلاكسينج. أيضا نقطة أخرى مهمة جدا، حاول يا عزيز الطالب إنك ما تفكر بالخوف، حاول إنك تتذكر شو اللي درسته. كان مثلا ابدأ شو اسم الكتاب، الفصل الأول عن شنو يتحدث، الفصل الثاني، لا تتكلم بالأمور الدقيقة، يعني بعض المدارس ممكن تعطي الطالب قلم وورقة، خذ اكتب شخبط بالبداية لين يجي وقت الامتحان، نعطيك الورقة الامتحان اسحب من لك الورقة هذه، انه يطلع انفعالاته. ايوه خلص طلع انفعالك، استذكر المعلومات، روح من المنطقة اليمنى للدماغ للمنطقة اليسرى، وبالتالي حتبدأ تتذكر معلوماتك. الآن جاوب بكل هدوء، وطبعا خلينا نتكلم شوي عن كيف تتعامل مع ورقة الامتحان. قبل لن تكلم الدكتور سهيل، بس اسمح لي، إذا هناك تكنيك لما قبل الامتحان وهناك تكنيك أثناء الامتحان، وشلون احنا نتصرف مع ورقة الأسئلة اللي هي الورقة البيضة اللي كلنا نعرفها. أنا الحين أنا مصابة بالروع الحين وانت قاعد تتكلم. فإن شاء الله كل التوفيق حق طلابنا وطالباتنا يا رب. اللي درس أكيد. دكتور الحين فترة المراجعة الأخيرة، فلو تعطينا تكنيك للمراجعة وتعطينا تكنيك للامتحان. صحيح. وشلون طريقة إذا في الامتحان الحين شيء صعب شلون أنا أعديه؟ إذا كان الطالب فعلا درس بشكل جيد، يعني الدراسة بشكل جيد على فكرة هي ثلاث مراحل أو أربعة. المرحلة الأولى هي مرحلة التحضير قبل الدرس، قبل ما يروح على الدرس. المرحلة الثانية بعد ما يروح من البيت يقرأ على الدرس مرة أخرى. المرحلة الثالثة هي مراجعة نهاية الأسبوع. المرحلة الرابعة هي الامتحان. إذا كانت هاي الأمور ماشية فيوم الامتحان هو عبارة عن تذكر أو ما قبل اليوم الامتحان. لكن إذا ما كان دارس بشكل جيد، وهذه بيعانوا منها كثير من الأهالي، إنه ابني طول السنة ما درس والحين بيروح الامتحان، فالأفضل إنه يركز على أكثر الأشياء المهمة، وخاصة يركز على الأسئلة الامتحانات السابقة. وفي بعض التقاويم أو في بعض المواقع على الإنترنت مثل اليوتيوب مثلا، إنه هو ممكن يرجع لهذه المواقع ويشوف شو أكثر الأسئلة اللي ممكن تيجي في الامتحان فيركز عليها بهذا الوقت القصير. هذه نقطة. نقطة ثانية، إذا كان الطالب كمان بيسجل بعض الملاحظات، بحط بعض العلامات، بيستخدم أوراق يعني يرجع لها، هذه بتذكره في المعلومات الرئيسية. أحيانا ممكن الكتاب يكون ضخم على 24 ساعة أو ربما يعني مدة أقل. لكن لما نتكلم مثلا عن تكنيك الامتحان نفسه، الامتحان على فكرة أول شيء أنه أنت حاول كل جهدك أنك ما تدخل الامتحان بدون ما تشرب ماء، حاول تشرب ماء، ابحث في المدرسة عن ماء واشرب ماء. الشيء الثاني، ركز على أنفاسك، خذ أكسجين كافي هذا اليوم. الشيء الثالث، حاول أنك تتكلم مع نفسك كلمات إيجابية. أنا واثق من نفسي وإن شاء الله راح أبدع، وأنا متأكد أني هبهر
ذاتي، وأنا الامتحان إن شاء الله أحب هذا الامتحان، هذه المادة برمجة يعني. أيوة، برمج نفسه بالكلمات الإيجابية. يبعد كل البعد عن أنه يمسك الكتاب ويبدأ يراجع قبل الامتحان، يعني في قاعة الامتحان أو في المدرسة. خلاص شكرا، يعطيك العافية، اللي درس درس. الآن مهمتك أنك تصفي مخك لورقة الامتحان. نعم. ما تتحدث مع الطلاب، لا تراجع، لا تناقش، لا تجادل، لا تفكر تفكير سلبي، لا يعطوك أي كلمات ممكن تأثر عليك. ادخل على قاعة الامتحانات، خذ أنفاس عميقة، لما تستلم ورقة الامتحان سمي بسم الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم بالله. بعدين أول شيء تسويه اقرأ الامتحان بهدوء بدون ما تفكر بإجابات. أوكي، ممكن أنا نسمح أنه إذا حبيت تكتب بعض الكلمات اللي تذكرك بالإجابة على الأسئلة على هامش وإنت وإنت تقرأ. نعم. بعد ما تقرأ الامتحان أخذت فكرة كاملة على الامتحان، ما يهمك إذا كان في أسئلة صعبة ولا أسئلة حتى مو حافظها بالقاطعية. أنت ركز أول شيء على الأسئلة السهلة والأسئلة البسيطة والأسئلة اللي أنت حافظها، لأنه المخ بتبرمج مع البدايات. إذا بدينا بطريقة سهلة خلص الامتحان حياخذ طابع كامل إنه سهل إن شاء الله بإذن الله تعالى. بعدين تبدأ تجاوب إجاباتك اللي أنت تعرفها. ونصيحتي، نصيحتي لا تراجع إجاباتك، راجع إذا في أسئلة ما جاوبت عليها. لأنه لما تراجع الإجابات المخ حياخذ رسالة إنه أنا شكلي جاوبت غلط، فيبدأ يفكر بإجابات أخرى. فكثير طلاب يخربوا على أنفسهم لما يراجع الإجابات بأنه يشطب إجابته ويكتب إجابة خاطئة، وهذا بيكتشفه عند التصحيح. صحيح. أوكي، فأنت بس تأكد أنه كل الإجابات، كل الأسئلة جاوبتها، وشكراً ويعطيك العافية. صحيح. دكتور، يعني خاصة في لجنة الاختبارات الجو يكون يعني مرعب. مرعب، خاصة اللي يقول بعد 5 دقائق يقول لك باقي 10 دقائق من الوقت، فيخليك أنت تشوف شلون. خلينا نوجه رسالة هنا، يعني نوجه رسالة للمدارس والإداريين والمعلمين واللجان الامتحانات، أنه أرجوكم ساعدوا أبنائنا بالكلمات الإيجابية والتشجيع والابتسامة. أعطي ابني ثقة بنفسه داخل الامتحان. يعني أنا متأكد يا أبنائي أنه أنتوا حتقدروا الامتحان، وكل واحد يعمل اللي عليه، وخلاص أنت إذا واجهت سؤال صعب اتركه للأخير، ابدأ بالأسهل السهلة، إذا احتجتم أي مساعدة، إذا شعرت نفسك تعبان اترك الورقة، خذ نفس عميق، اجلس بشكل جيد، إذا شعرت بتعب برقبتك مثلا حرك رقبتك بشكل جيد. يعني خلينا نسمع طلابنا بهذه الساعتين، لأنه خلاص الامتحان ساعة أو ساعتين. صحيح. وكلمات إيجابية، كلمات مشجعة، نطمئن، وبالتالي أنا متأكد أنه هذا الرهاب من لجنة الامتحانات حيتلاشى مع الطلاب إن شاء الله. بإذن الله تعالى. إحنا مستمرين دكتور سهيل، موضوع جدا مهم. نعم. أكيد حق طلابنا اللي يستعدون إن شاء الله حق الامتحان، الله يوفق الجميع. ننتقل إلى الفقرة الجمالية مع حنان العمادي وضيفتها الكريمة. الله يعطيكم العافية، وأهم شيء على المراقب أنه دائما يذكر عيالنا الاستعانة بالله، يسمي ويستعين بالله، وإن شاء الله الله يكون معاهم ويوفقهم يا ربي. نرجع نتكلم عن الجمال وعن الصيف ومكياج الصيف، لكن خلينا نتكلم شلون نحافظ على بشرتنا من الجفاف في فصل الصيف. تعرفين الصيف والناس مقلين في شرب الماء، فمو بس البشرة اللي تجف، حتى الجسم. طبعا من الأساسيات ان احنا نحافظ على بشرتنا، مهما كنا ان احنا مقلين في شرب الماء لازم نحاول نكثر من شرب الماء بشكل كبير. هاي أول شيء. ولو كنت أنا من الناس اللي يعني أنسى، في ناس ينسون يشربوا ماء، أحاول أستخدم الترطيب عن طريق الماء. مثلا أخذ لي قرشة يكون فيها السبراي وأحط فيها ماء الورد تقريبا أو مرطب، يعني أخلطه ماي ورد. أحاول قد ما أقدر يعني بين فترة وفترة أرطب بشرتي، لأن البشرة وايد تتعرض للجفاف مثل ما ذكرتي في فصل الصيف. أيضا هناك في بعض التطبيقات، مقطع كلامك إلا بالخير، عن طريق التليفون يذكرك أن أنت الوقت هذه لازم تشربين ماي. بالضبط. يعني ممكن أنا أستخدم هاي الشيء، وأحاول أني أزيد من شرب الماي. أحاول أني أستخدم الكريمات بشكل كبير، أرطب البشرة أكثر من مرة. يعني مش بس مثلا أول ما أصحى من النوم أو قبل ما نام، لا، لازم أرطب البشرة أكثر من مرة. أحاول أستخدم المكياج اللي يكون فيه نسبة ترطيب، خاصة في فصل الصيف، هاي الشيء يعني يفيد البشرة بشكل كبير. الخلطات، هل هناك خلطات ممكن تساعدنا على ترطيب البشرة؟ أو هاي حق البشرة الجافة، البشرات المختلفة، يعني
هل هناك فعلا في خلطات ممكن تساعدني علاجيه؟ في خلطات كثيره طبعا، مثل ما نقول الخلطات الطبيعيه اذا ما فادتني ما راح تضرني. يعني اغلب الاشياء المتوفره في تقريبا في كل بيت، منها مثلا الروب او الزبادي، هاي يفيد اغلب البشرات خاصه في فصل الصيف، انه يساعد انه يخفف من اثار الشمس من البقع او الكلف. وايد مفيد خاصة حق البشرة الجافة وجميع البشرات. مثلاً خلطات الخيار، ماي الورد مثل ما قلت، العسل، هذه الأشياء وايد مفيدة حق البشرة. بنتكلم معايا للحين على وضع المكياج بالنسبة طبعاً في فصل الصيف، بالنسبة للبشرة الدهنية وبالنسبة للبشرة الجافة، الخطوات الأولى بالنسبة للبشرة الدهنية. طبعاً البشرة الدهنية يفضل انها قد ما تقدر تكون مساوي مثل العازل بين البشره والمكياج عن طريق البرايمر والترطيب وتسكير المسام والتونر، كلها لازم هاي الخطوات امشي فيها بالترتيب على اساس احاول قد ما اقدر اسكر المسام، فبالتالي ما راح تفرز البشره عندي الدهون بشكل كبير. يعني ارطب البشره، انظفها، ارطبها، استخدم التونر المفيد، استخدم البرايمر حق الاماكن الدهنيه، اركز على نوع الفونديشن ما يكون فيه اويل، يكون مات اكثر، بحيث انه يحاول قد ما يقدر انه يطفي اللمعه في البشره. هاي الخطوات الاساسيه اللي ابتدي فيها المكياج حق البشره الدهنيه. والبشره الجافه مثل ما قلتي احاول اركز على الترطيب، يعني هي تقريبا عكس البشره الدهنيه تماما، ان هني احاول اركز على تخفيف الاويل، وهني احاول اركز على الترطيب العالي. نصيحه في ختام حلقتنا توجهينها للسيدات بخصوص مكياج الصيف. قد ما تقدرون رطبوا البشرة، وحطوا في بالكم أن المكياج أساساً على البشرة، كثر ما كانت بشرتك صحية راح يطلع أي مكياج تحطينه بشكل جميل. لا تقيدين بأي مكياج أو أي حد يقول لك شيء معين، شوفي اللي يناسبك وتأكد أنه راح يطلع حلو عليك. حفصة الخروصي خبيرة تجميل، ألف ألف شكر لك حبيبتي. شكرا لك. شكراً لك. نعود مرة ثانية لزملائي مشاعل وإبراهيم، ودور الأم مهم جدا في هذه الفترة. الله يعطيك العافية حنان، أنت وضيفتك الكريمة، وطبعا دور الأم والأبو أيضا المدرسة لهم. طيب احنا نستكمل حديثنا مشاهدين الكرام مع الدكتور سهيل عواد. دكتور خلنا نتكلم عن الأسر اللي تمنع منعا باتا من على عيالها مثلا التليفون، الجوال، التلفزيون، الأشياء اللي يحبها، هل هذا التكنيك صحيح برايك؟ شلون تشوف؟ يا سيدي يعني احنا نرجع مرة أخرى إنه بيئة الدراسة بيئة مهمة جدا. إغلاق التلفزيون والهاتف ومنع الطفل عن هذه الأشياء كلها أو الطالب، أنت أيضا بتزيد في توتر الامتحان وبتزيد في الخوف من هذا الامتحان. احنا بننصح طلابنا أحيانا إنه يقرأ مثلا لمدة 40 دقيقة ويستريح. طيب أوكي، يستريح بماذا؟ ما خليه يشوف تلفزيون فيه مثلا، او حتى يلعب جيمز، ما عندنا مشكله، مثلا ممكن 10 دقائق ربع ساعه ويرجع نشيط مره اخرى. في انا بسميها البلاك هولز او الثقوب السوداء. الثقوب السوداء الفلكيين يقولوا عنها انه هي تاخذ يعني فيها الوقت سريع برمح بسرعه الضوء. فاياك احذر عزيزي الطالب انه مشاهده التلفزيون او الانترنت او الالعاب على الموبايل انها تاخذ منك وقت طويل وتحرمك من الدراسه على الامتحان. فلذلك يعني لو جينا لدور الام او دور الاب، اول رساله يعني انه لا تصعبوا الموقف، لا تهولوا الموقف، خلوه يوم عادي، بس انتم هيئوا البيئه لهذا الطالب، شويه هدوء، عصائر، مكسرات، دعم معنوي، دعم نفسي، يعني هذه الأمور اللي إحنا بتساعد الطالب على عملية المذاكرة الجيدة. نعم، دكتور السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية ومدرب التنمية البشرية دكتور سهيل سهيل عواد، كل الشكر لك، أعطانا تعليمات للطلبة والطالبات إن شاء الله يتقيدون بها، وإن شاء الله النجاح فالكم يا رب. كل الشكر لك دكتور. أعزائي المشاهدين نطلع معكم فاصل وعودة لتكملة برنامج في الضحى. يا مرحبا أعزائي المشاهدين، فقرتنا الآن عن الفقرة
الصحية. بنتكلم اليوم مع ضيفتنا عن مرض التصلب المتعدد، طبعا خطاكم شر، نسمع عنه بس ما نعرف شنو أسبابه، شنو أعراضه، شلون أعالجه. اليوم في ضيافتنا، في ضيافة برنامج في ضحى، المثقفة الصحية لمرض التصلب المتعدد من مؤسسة حمد الطبية، الضيفة الأستاذة فايزة محمد إبراهيم اللي بتكلمنا أكثر عن هذا المرض. صباح الخير وحياك الله في برنامج في ضحى. صباح النور، يا هلا ويا مرحبا. مرض التصلب المتعدد عبارة عن مرض مزمن بالأعصاب يصيب الجهاز العصبي المركزي بالأخص الدماغ، النخاع الشوكي والعصب البصري. أنا كنت بسألك هالسؤال لأن شكل المرض يخوف، أنه هو تصلب صحيح. متعدد، فخفت أنا صراحة. أكيد، ويسمى بعد بالمرض اللويحي. أي التصلب اللويحي. أيوة. طيب أستاذة فايزة، لو تكلمينا من هم الأشخاص المعرضين حق هذا المرض، وبعد لو نتكلم عن أعراض المرض، شلون الواحد يعرف أنها بدأت الأعراض تطلع له، وشن هي الأعراض؟ يصيب مرض التصلب المتعدد فئة الشباب اللي تتراوح أعمارهم ما بين 20 و40، على الرغم من أن الأطفال والبالغين الأكبر سناً يعانون من مرض التصلب المتعدد أيضاً. زين أختي فايزة، يعني شلون أفرق بينه وبين اللي هو بويه يسمونه، أو العصب السابع ثامن؟ السابع ما أدري، ما هاي شنو يعني؟ من الأعراض، يعني يختلف من الأعراض. يعني العصب السابع يكون المريض غالبا يكون في منطقه بارده وتعرض لمنطقه أي حاره، صدمه حراريه. صدمة. أيوة. ايوه. لكن مرض التصلب المتعدد الاسباب مش معروفه الى الان، بس بينت الدراسات ان احتماليه ان يكون مزيج من الاستعداد الوراثي مع العوامل البيئيه. نقصد بالعوامل البيئيه نقص فيتامين د، التعرض لأشعة الشمس الشديدة، التدخين، التلوث، هاي الأعراض اللي الشغلات اللي ممكن العوامل البيئية اللي تساعد. هذه الأسباب. طيب لو نتكلم عن الأعراض، متى يعني الواحد يروح يفحص إذا شنو شاف، شنو التغيرات أو الأعراض اللي تصيده؟ أولاً الأعراض تختلف من شخص لآخر. ثاني شيء أي عرض، أحيانًا بقول لكم الأعراض، بس أي عرض أكثر من 24 ساعة ومستمر، هاي المريض الشخص يروح يفحص. بس إذا مثلا شيء بسيط عرض يروح ويه، وهاي لا. مثلا من الأعراض التنميل، التنميل، التخدير، التنميل أو أيوة، الصعوبة في المشي، عدم توازن، أو ازدواجية في الرؤية. الأعراض هذه كلها إذا مثلا شيء لثواني أو دقائق يعني عادي، بس أكثر من 24 ساعة لا، المريض يحتاج أو الشخص إنه يروح ويفحص. هو طبعا يصيب العمود الفقري صح؟ أي يعني، لأن أنا عارف إن إذا أي حد صاد هالشيء على طول يستخدم الأشياء الموجودة في الصيدلية. هل هالشيء يعتبر ك يعني إسعافات أولية عشان أروح المستشفى ولا لا؟ لا والله، مثلا إذا على التشخيص المرض وعلاجه، تشخيص المرض عندنا في مؤسسة حمد فريق طبي متخصص ذو كفاءة عالية بمرض التصلب المتعدد. التشخيص يكون عن طريق الفحص السريري للمريض، التصوير بالرنين المغناطيسي، بيكون سحب عينة من سائل النخاع الشوكي، وفحص العصب العين. جميل. طيب أستاذة فايزة، اليوم أنتوا في مؤسسة حمد الطبية، شلون تشوفون ثقافة الجمهور بالنسبة حق هذا المرض؟ يعني هل الناس المصابين فيه يجون يعرفون هاي كله، ولا أنتوا تشرحون لهم وتثقفونهم؟ أي نثقفهم. يعني مثلا الحين يعني قسم التثقيف الصحي أن إيمان من الدكتور حنان الكواري بأهمية التثقيف الصحي للمرضى وأسرهم، وبجهود كل من السيدة سمية الهيدوس والسيدة نادية المنصور تم افتتاح قسم التثقيف الصحي بمؤسسة حمد الطبية عام 2008، ويضم تخصصات عديدة مش بس الأعصاب، يعني في تخصصات أكثر بقسم التثقيف الصحي. جميل. أستاذة فايزة محمد إبراهيم، مثقفة صحية لمرض التصلب المتعدد، راح نكمل حديثنا معك، لكن خلونا ننتقل أنا وياك والمشاهدين إلى الزميلة حنان العمادي وضيفتها الكريمة، ونشوف شنو راح تطبخون اليوم. طبعا إحنا اليوم عندنا المطبخ الأردني مع خولة العمري، طبعا وراح تسوي لنا صفيحة حلزونية. حلزونية. وأيضا بعد سلطة الأفوكادو. وبعد
بس أصفيها الحلزونية هي بتتكون من عدة عشوات. ممكن نحشيها لحمة وبصل، وممكن نحشيها جبنة. وفي ناس اللي ما بيحبوا اللحمة ممكن نحشيها دجاج. فإحنا من نطبخ اللحمة والبصل مع بعض وبس تستووا ويبردوا، بنحط عليها صنوبر وبنحشيها. إحنا اليوم بدنا نحشي جبنة عشان أسهل لنا وأسرع على الوقت. أسهل لنا. أيوة. يلا نبدأ. هلأ بدنا نبلش بالعجينة. إيش كثر بتحطين؟ أربع فنجين. وهذه جميع الاستعمالات؟ طحين جميع الاستعمالات. أوكي. أربع فنجين بيعملوا لك ثمن شو اسمه صفيحات. أوكي. هلأ بنحط الطحين. أنا ممكن أشيل هذا وهذا؟ خلاص. انزين عقب ما نحط الطحين، بس نحط الطحين بنحط علبة روب صغيرة، يعني تقريبا فنجان بتكون. انزين بنحط ربع فنجان زيت، بيكون مخلط مازولا وزيت زيتون. اوكي، يعني زيت عادي وزيت زيتون. زيت زيتون. ما نحطه كله؟ لا ممكن، لا ما مستعملته عشان العجين. ونحط فنجان، نص كوب فنجان. ماي. كوب ماي تقريبا. لان الفنجان احنا عندنا ملح. الفنجان الصغير. لا انا الفنجان المك. اي كوب. الكوب. حطينا شويه ملح. شويه ملح. عليها وبنعجن العجينه. ما نحط لها خميره؟ ما نحط لا لها هذه شيء. العجينه ما بتاخذ خميره. اي بيكنج بودر او اي شيء؟ لا ولا اي شيء، بس هيك. بس حطينا اربع اكواب طحين جميع الاستعمالات. حطينا كوب زبادي وكوب زيت مخلوط، زيت نباتي وزيت زيتون نخلطه نص كوب. ونستعمل السمسم بعدين على الوجه. لا بس عشان جوا بكون الحشو. ما عليه، بس عشان المقادير. كم ماي؟ كوب ماي وملعقة طعام، ولا نقول ملعقة صغيرة، ملعقة شاي صغير. ملعقة شاي. ملح. ملح. بس هاي المكونات سهلة جدا. لين ما يعجن يكون في هذه الأثناء إحنا شغلنا الفرن. نكون شغلنا الفرن على أساس على سريع تسوية. تكون درجة الحرارة عالية ولا درجة حرارة معتدلة؟ درجة حرارة الخبز دائما لما عالية. تخبزي أعلى حرارة. أعلى حرارة. الفرن بيحتاج أعلى حرارة لما تخبزي. الشغلات اللي بدها اشياء بارده اللي بتكون ما داخلها اللحوم وما داخلها المعجنات، مثلا زي السويتات بتاخذ حراره بارده. المخبوزات والمعجنات دائما بتاخذ حراره عاليه. شو اللي يشتهر فيه المطبخ الاردني غير المنسف؟ المقلوبه، المحاشي، في عندنا المكموره مره عملت لكم اياها هون، وفي كثير طبخات مشهوره. ما شاء الله المطبخ مطبخ عامر. منميل للشغلات اللي فيها زيت زيتون. اي يعني الخضار كثير، مثلا بنعمل فيه طبخه بتكون بالربيع من اعشاب، بتكون خبيزه والاعشاب كلها والشو اسمه كل انواع الفاصوليا، كل الخضروات منميل لها اكثر من الرز واللحمه وهيك. ممكن انا اسوي هذه العجينه بس ما احشيها جبن ولا احشيها لحوم، ممكن نحشيها بطاطا مسلوقه او اي شيء انا احطها. وممكن تحطيها شويه سكر فتحشيها نوتيلا تصير سويت. اوكي نحط سكر بدال هي بتيجي ممكن عجينه ممكن تعملي منها مطبقه. انا تقريبا شبه العجينه المطبقه. ايش كثر هلا؟ اوكي زين، احنا ممكن استوت العجينه. كويسه. عشان نسوي شغله ثانيه يعني ناخذ ذي. اوكي عقب ما نخلط العجينه هلا بنرقها. مش عارفين ممكن ناخذ لحظه. في لحظه نشيل ذي. بتحطينه هني؟ نرجعها هون. طبعا انت بتسوي لنا طبق ثاني ايضا. اوكي ان شاء الله. الطبق الثاني عن سلطه الافوكادو. اللي هي بتتكون من خس اللولو.
وجرجير إيه؟ وخيار وماستر ومينيز وجوز ورمان وفلفل حلو ألوان. زين احنا نخلص من ممكن بس نخلص نريح العجينه شوي نخليها ترتاح. زين لما ترتاح العجينه نبدا نسوي نعمل السلطه. خليها ترتاح شوي عشان انا بحطها لك في الطاسه هذه. اوكي خلاص اوكي اشوف عشان نسوي السلطه او سلطه الابوغام. شو اللي تحتاجينه؟ بدي اخذ صحن صحن كبير صحن صغير. صحن كبير. زين معليش نشوف هذا الصحن يكفيك. اوكي يلا. ايش كثر نخليها ترتاح العجينه؟ بس 5 دقائق 10 دقائق. بس 5 دقائق عشان تقدر تسمن تلف معنا. ما نغطيها بشيء؟ ممكن نغطيها بالبيت بس احنا هنا لانه فيش وقت فواحد عادي. اي احنا كمان نحمص الصنوبر. نحمصه بزيت زيتون ولا بدون؟ لا لا بدون شيء. بدون ولا شيء. وين العجينه مو بيابسه ما تحتاج مي شوي؟ لا كويس العجينه زينه. بدها طحين هي مش بنسوي سلطه الحين. الحين نعمل سلطه. نقصها كبير كبير ولا؟ كبير كله كبير عشان هيك ما بنحتاج صينيه. وسهله وسريعه. اهم شيء وغنيه وممكن تستخدم يعني كعشاء. اهم شيء بالخضار انه لما نغسلها نحطها بجاط ونحط معلقه خل ابيض ونخليها 5 دقائق بعدين نغسلها منيح لانه مرات بتكون كثير شايله اشياء اتربه وهيك. انا حمص لك ذي. اشتغل كله. مش عارف في مكرمة. اوكي في مكرمة للسلطة. ليه ما نجهز السلطة ويتحمر الصنوبر احنا نرجع للزملاء. اوكي مشاعل وابراهيم يعطيك العافية. يعطيك العافية يا حنان واحنا منتظرين الطبق الحلو ان شاء الله. نرجع اعزائي المشاهدين لضيفتنا فايزة محمد اللي بتكلمنا عن اكثر عن التصلب المتعدد. فايزة بس خليني افهم هو مش بالوجه لكن هذا المرض يصيب قلتي لي من الفئة العمرية من 20 لين 40 شنو هو بالضبط؟ لما نتكلم عن مرض التصلب المتعدد هو مرض مزمن بالأعصاب مثل ما قلتي قبل. أعراضه إن الأعراض أو الأعراض إن تيجي فجأة إن يعني مثل ما نقول يعني مش يعني بالوجه هو لا 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 مش بالوجه. إذا شنو يسوي يعني هل يصير يعني اللي عنده المرض ينشل بعيد الشر عنه وعنكم شنو يصير له؟ أي بالضبط ان المريض او الشخص يجي له مثلا تنميل مستمر يكون مثلا بالاطراف بالاطراف او انه مثلا بالوجه باليد او خدران فيستمر وياه. اذا الشيء مثلا نص ساعه او ساعه وذي احنا ما نعتبره شيء ذو اهميه بس اذا مثلا العرض استمر اكثر من 24 ساعه لا في هالحاله يحتاج انه يروح المريض الطوارئ. وال طبعا عندنا الاطباء هناك يعرفون الطرق التشخيص والفحوصات اللازمه اللي يتبعونها لتشخيص المرض. يعني مثل التخدير يصاب به الجسم خلال 24 ساعه اذا ما راح المفروض انه هو على طول يروح يتوجه للطوارئ. ايوه بس هاي مثلا كمثال يعني الاعراض تختلف من شخص لاخر. من شخص لاخر. ايوه يعني مثلا شخصين يجون كل واحد بعرض مثلا ازدواجيه في النظر
أو إنه فجأة ما يشوف المريض إنه ما يشوف. فهاي الأعراض كلها إذا استمرت أكثر من 24 ساعة لا يحتاج إنه أو صعوبة المشي إنه عدم التوازن هاي كلها من الشلل تقريبا يصير صح؟ أيوة نفس الشلل. طيب خلنا نتكلم عن طرق العلاج وفي نفس الوقت هل ممكن يتم علاجه بشكل كلي؟ أي لما نتكلم عن طرق العلاج كل الأدوية المعتمدة عالميا لعلاج مرض التصلب المتعدد متوفرة في مؤسسة حمد الطبية. لما نيجي على هل العلاج كلي؟ لا يعتبر مرض مزمن، فالأدوية المتوفرة حاليا كلها أدوية وقائية وقائية إن تحد من تطور المرض. صح. الشيء الثاني تحد بعد من تطور المرض أولا وأن تباعد بين الهجمات لأن المريض ممكن الحين تجي له انتكاسة تشخص أن هجمة أن تشخص عند المرض بيبدأ العلاج الوقائي. بعض المرضى يستمر معاهم يعني ما تجيهم هجمات أو تجيهم هجمات بعد سنة سنتين أو أقل يختلف من شخص لآخر بعد. طبعا الله يكافينا الشر إن شاء الله ويكافي المشاهدين شر. بما أن دورك كمثقفة صحية للمرض لهذا المرض شلون أنت ممكن الحين تعطينا نصايح حق المشاهدين إنه يعني إن شاء الله ما يصيبهم هذا المرض؟ إن لنا دور جوهري في التثقيف الصحي للمرضى وأسرهم بتقديم الدعم والنصح بجميع المسائل اليومية مساعدة المريض بالتكيف مع المرض الدعم النفسي للمريض رفع الوعي الصحي بتزويد المريض بالمعلومات والخبرات كذلك نعتبر حلقة الوصل بين الطبيب والمريض لأن مو بأي عرض مثلا أي المريض على طول الطوارئ أو إيش 24 ساعة مثل ما أنت قلت أيوة فدائما يكون الاتصال التواصل بينه وبين المريض فطبعا يكون تقديم النصح مثلا العرض هذا يحتاج أنك تروح الطوارئ العرض هذا لا ما يحتاج بنرتب لك موعد مع الدكتور دي فهاي الأشياء اللي دائما ننصح فيه المريض غرس القيم الصحية السوية كممارسة الرياضة ننصح المريض أنه يكون يمارس الرياضة اتباع نظام غذائي متزن وتغيير السلوكيات الخاطئة مثلا قلنا من العوامل التدخين فمثلا أنه يوقف عن التدخين تشجيع المريض والشغلات هذه. جميل أستاذة فايزة احنا خلنا نتكلم من وين جاء هالمرض هل هو من زمان موجود في المنطقة ولا جانا من يعني من مكان ثاني وهل في نسبة كبيرة من خلنا نقول المقيمين والمواطنين فيهم هذا المرض؟ لما نتكلم عن مرض التصلب المتعدد هو مرض الدول الباردة بس لأسباب مش معروفة بدأ ينتشر في المنطقة تقريبا من بداية التسعينات فاحتمال أن التلوث ما حد يعرف يعني الأسباب بس هو أساسا المرض مرض الدول الباردة والله أكثر الأمراض اللي تخرع اللي لحن ما يعرفون أسبابها أنا ترى والي أنه يعني هو صدمة عصبية للجسم من خلال لأنه هو لوحي يعني أنه يتعرض الجسم حق صدمة من حرارة لبرودة لأنه مثل ما قالت حق الدول الباردة أكثر شيء يصاب يمكن, يمكن والله والله أعلم يعني إذن الأستاذة فائزة محمد إبراهيم مثقفة صحية لمرض التصلب المتعدد كل الشكر لك الله يعطيك العافية استفدنا منك الكثير وأيضا أتمنى أن المشاهدين استفادوا كل الشكر لك اختي فايزة ان شاء الله الله يكفاكم الشر مشاهدينا وطبعا الوقاية دائما خير من العلاج ننتقل لزميلتنا حنان ومع ضيفتها الكريمة في تحضير الطبق اللذيذ اللي احنا شامين ريحته شميتوا ريحة الصنوبر؟ اي اكيد انا مسويته عشان ما تقول ان انا ما سويته طبعا هي سوت لنا السلطة قصصنا انواع الخس نوع الخس. واحد من الخس جرجير الخيار نوعين اللولو الأخضر والأسود أزين وعندنا الأفوكادو أفوكادو مع مع هلأ بنعمل نحط الفلفل أحط أوكي حطي أوكي خلاص حطي يلا حطي أزوي عشان أجيب لي بس أجيب لي قبشة نحط فيه فلفل فوقه
زين نحط الرمان فوقه شوية دقيقة خلاص إن شاء الله. حطينا الفلفل نوعين بس لحظة شوي. أوكي طبعا خلينا العجينة ترتاح، حمرنا الصنوبر. هلا بنحط أيوة. شوية رمان من هني من هني معنا عجينة ممكن أنا أحط أي نوع من الخضروات اللي عندي في البيت. ممكن أضيف الطماط، ممكن أضيف أشياء أنا عندي موجودة. بس هي لا ما بتاخذ طماط لأنه الدريسينج تبعها. هلا بدنا نعمل الدريسينج. أوكي. دي معلقة صغيرة. الدريسينج تبعها مشكلة. ذي وذي. بنحط روب معه شوي. هي علبة روب صغيرة. ايه نخلطها ب نخلطها في ماسترد. ونخلط المايونيز. ونخلطها في معلقة مايونيز. انزين خولة هذه شنو؟ ما تسمى هذه فلفل. فلفل أبيض. لا فلفل أسود. وهي للحمة كانت. هلا بنمكسهم. إيه. بعدين نحط عليه. بنحط على ايوه طبعا العجينه اللي سويناها خليناها هلأ ترتاح. هلا خلينا أيوة. لا بعد ما نخلص السلطه بنحط على العجين. نحط نرجع للعجينه تكون ارتاحت. هلا الدريسينج ممكن في ناس اذا عندك ناس بدك وقت بتحطيه بالنص وما بتحركيه بس يجي الناس بتديريه على اساس ايه ما يضايقك بال ما يخرب الطبخه. اي السلطه طبعا. ونزين في السلطه. برضه ما نضيف ملح ما نضيف شيء. ما يحتاج. لا هي بس السلطه بتحتاج شويه ملح بتحطي خفيف. طبعا لما تخلطيها بالدريسنج بتهانا. نخلطها. نخلي الدريسينج جنبه خفيفة. نزيد شوي؟ نزيد قد ما بدنا. في ناس ما بيحبوا كثير هذا بنحط له جوز. ايه احنا نحب فبنزيد. بنسوي هني بعد زيادة. إبراهيم بعد يحب خلاص بنحط له زيادة. حطي له هذه هيك سلطة نصارى جاهزة. الحين نفرد العجينة. هلا بس نحط صنوبر على السلطة. الصنوبر حق ال حق السلطة. إيه أنا على بالي حق العجينة. لا هو العجينة بيكون مقلي السلطات دايما مشوي. هيك صحتين. أوكي. أنا أحطه هناك عشان أنتي تفردين العجينة. سلطتنا صارت جاهزة. الحين نعمل. نفرد العجينة. نفردها نبين بس للمشاهدين بشكل سريع شلون احنا نسويه اختصارا للوقت. اوكي
حطينا زيت؟ حطينا زيت وبعدين؟ ناخذ قطعة منها. ممكن استعمل ايدي مش نافع الجلوفز. ممكن استعمل ايدي لانه مش نافع الجلوفز. خلصنا من دي، خليها تجيب كلينكس بعد. كنا زيتيها زيت زيت زيتون، بتضلي حتى تفرد معك على الآخر عشان تفرد تقدري تطاجيها وتلفيها. انزين احنا طبعا هنا ايه، وبعد من سكينة. زين احنا لين ما نجهز العجينة ناخذ فاصل بسيط اوكي ونرجع نراويهم الطريقة. اوكي رجعنا لكم أعزائي المشاهدين وبدينا نلف الصفيحة ولا على قولتكم صفيحة. صفيحة احنا نقولها صفيحة مش مشكلة نفس الشيء. حشيناها بجبنة وممكن نحشيها بلحم أو نحشيها باللي احنا نبيه أو دجاج أو بطاطا اللي انتي بتحبيه، ونلف وبعدين نسوي بشكل حلزوني. وطبعا جهزنا السلطة، شفتوا السلطة الحلوة اللي أنا سويتها؟ سمعت مساعد قولين شيء إبراهيم حبتي شنو هو؟ الصوص، قلت لها غرقيه صراحة؟ كلام سليم مصدق. وهاي أنا مساعد بصور وهاي آخر شيء طلع كله مو مصدقي؟ للزينة للزينة؟ يا أخي أحياناً أنا دشيت بخاطري تشوف ارتقالة تشوف أحياناً العين إبراهيم أحياناً نرتب المطبخ لأنه أغلب الوقت تكون هي في المطبخ هيك شكلها نهائي. هلا بنحطها بالفرن، طبعا بنشيلها شوي سمسم. يلا زين حطينا السمسم، حطينا سمسم عليها وشويه حبه البركه او ازحه، حبه سوداء، حبه سوداء دور احنا بنقولها حبه البركه، حبه البركه بنحطها بالفرن. هذا شكلها النهائي، بنحطها بالفرن على نار 260 وبعدين تطلع بالشكل هذا. بعدين تطلع بالشكل ذي. سلم يدك. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. من وين نبدأ ولا للحين ما نبدأ ولا؟ بالعكس تبدأ على طول. أنا بجرب صراحة. أجيب لك شوكة؟ جيب شوكة. أجيب لك شوكة. هذه بلحمة، هذه بجاج، هذه بجبنة. طبعاً هي سوت. كبيرة بالجبن. هاي باليد أشيلها ما يحتاج. باليد وين أي وحدة الجبنة؟ الجبنة الكبيرة اللي تحت. الكبيرة البنية. بس ما شاء الله يعني سلطة الأفوكادو و الأفوكادو كثير مفيد. جزاك الله خير. لا لا أنا سلطة أنا باكليني حتى أنا بيبدأ سلطة أنا مالتي أرد لا 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 بنعمل جرب أنا بقص. ما شاء الله شكل العجينة يعني مخرب الدايت اليوم. يلا تفضلي. بعدين هذه وجبة خفيفة حلوة حق العشاء وسهلة وبسيطة ترى. هاي عشاء صح؟ عشاء فطور فطور احنا نعملها وعشاء. شنو اسمها؟ هذه صفيحة. صفيحة صفيحة حلزونية. صفيحة حلزونية ممكن تسويها بالجبن ممكن بالزعتر. البرك بالتركي ممكن تعملها وشو اسمه؟ ما شاء الله ممكن عيلة كاملة تاكلها هذه بركة. سلم يدك رائعة. انا جربت اللي هي هذه باللحم. هذه دجاج. هذه الدجاج طلعت؟ قصي علينا لا التذوق ضارب عندك مشاعل. قلت العجين بس والله. لا بس شكله ما شاء الله تبارك الرحمن. لازم تدوق السلطة. وعجينته حلوة لأن هي حتى ما استخدمت فيها خميرة مشاعل. ما في لا خميرة ولا بيكنج بودر حق اللي يعانون من القولون وال يعني ما يقدرون ياكلون أشياء. وشوية زيت زيتون مخلط مع مازولا ومية. أنا عجبني التزيين ما شاء الله عليك. يعني انتقاء الألوان سواء في السلطة
أو في الصفيحة شلون ما شاء الله تعرف يعني. مرات الواحد بيقول العين بتاكل طبعاً فلازم الواحد يشتهي قبل ما ياكل يعطيك ألف عافية يعطيك ألف عافية الله يعطيك العافية صراحة أنا مستمتع يعني صحتين عافية يبون لك شاي؟ هي بيلا شاي صراحة سلطة الأبوكادو كتير مفيدة الأبوكادو وحاطة فيها جوز وحاطة فيها شغلات مفيدة صنوبر يعني إنه تستفيدي فيتامين وتستفيدي كمان أنا بجربها هاي بتقدر تعمليها برضه للرجيم شكرا يعني برضه هاي تنفع حق الرجيم تنفع حق الدايت والله انا تنفع من قبل بس المايونيز تنفع حق الرجيم اي المايونيز ترى شنو المايونيز لايت ومعلقه بس هاي مايونيز اوكي والخردل اصلا بيساعد على التضعيف بيساعد على حرق الدهون انا عندي جم انا احس تقولين وانت مش لا جرب اكيد يبي لي يبي لي تجربه لا لا حق الدايت دايت زين كل شيء حق الدايت أهم شيء الاعتدال لا هذا ممكن إذا فعلاً أيام الرجيم ممكن تعملها بخبز قمح رائعة جميل ممكن تعملها بطحين قمح فبتمشي معك أيام الرجيم السيدة خولة ألف ألف شكر لك تسلم يدك ما قصرتي على هالأكلة الحلوة شكرا لك شكرا لكم أعزائي المشاهدين أتمنى أن إحنا قدمنا لكم حلقة استمتعتوا فيها إن شاء الله نلتقي فيكم بنفس موعدنا في فيا الضحى من الساعة 10 لين الساعة 11:30 إن شاء الله نشوفكم على خير يا رجل